دكتورة خديجة البراسي، عضو هيئة تدريس Faculty of Applied Medical Science، مسؤولة عن الامتحانات المعملية في الكلية. العام هذا الكلية تبنت Theme Based OSPE ليتماشى مع الجزء النظري اللي هو تغطي فيه الكلية Problem Based Learnings. Theme Based Learnings يعتبر اللي هو عبارة عن طريقة جديدة جدا تستخدمها الكليات المعتمدة على نظام BBL، حيث يعتمد البرنامج هذا أو برنامج تطبيق العملي أنه يكون فيه ثيم يجمع الحالات المرضية للمعمل أو للبلوك كامل. يتم اختيار ثيم من قبل لجنة المناهج، ويتم يصير فيه زي الانتجريشنز ما بين كل المواد اللي هن البيزك ساينس، عشان يطلع الكيس سيناريو بالشكل اللي هو المطلوب. خلال الامتحان يمر الطالب على different stations. الستيشنز هذين يمثلن حالة مرضية معينة يتم التعرض لها من ناحية التشريحية، من ناحية الاناتومي، من ناحية الهيستولوجي، فيسيولوجي ومايكرو. كل الديسبلينز يكون integrated in one case. ما يميز الطريقة هذه في الامتحانات ان الطالب يقدر ان هو يوصل للتشخيص ويوصل للتفاصيل المرض نفسه من جميع الديسبلينز.